حزب حماة الوطن بأسوان مؤتمرا جماهيريا بنادي المعلمين بكومومبو لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور قيادة الحزب وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وجمع من أبناء كومومبو. تقرير أنس النمر. قام حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان مساء أمس مؤتمر لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك دعما لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بمصر. حضر المؤتمر الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، والسادة أمين التنظيم وأمين مركز كومومبو والأمناء المساعدون وأمناء اللجان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع كبير من المواطنين. وأكد الأستاذ ياسين عبد الصبور أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان بأن هذه المؤتمرات التي يعقدها الحزب تأتي انطلاقا من الدور الوطني لحزب حماة الوطن لدعم مسيرة التنمية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على ضرورة أن يحرص كل مواطن مصري أن يشارك بفعالية في الاستحقاق الرئاسي القادم. احنا طبعا النهاردة متواجدين اليوم الثاني أو المؤتمر الثالث يعتبر اللي هو مؤتمرات الرسمية تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحنا رقم واحد النجمة. موجود معايا النهاردة في التأييد والمبايعة نقابات المهنية، المعلمين، المهندسين، الأطباء، نقابة العاملين في البريد، نقابة الزراعيين، كل النقابات موجودة تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي. هي ملحمة حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطنية خالصة. احنا نعلم تأييدنا قد يكون في المقام الأول عشان الوطن. طبعا في الفترة بعد ما استلم طبعا يمكن مش هقول لحضرتك يمكن في انجازات كتيرة، مش هنتكلم في الزراعة وهنتكلم في المشروعات الصناعية، هنتكلم في المشروعات التنموية والعمران. الزراعة عندنا يمكن على سبيل المثال في مشروع توشكا ملايين الفدادين اللي هي استصلحت لزيادة الرقعة الزراعية، في مشروعات في كومومبو، في مشروعات في وجه بحري، فيه عندنا يمكن المشروع السكني طبعا أسوان الجديدة، ده يمكن حل المشكلة السكانية عندنا هنا في أسوان وجامعة أسوان. احنا في العشر سنين دي لو عدينا الإنجازات لا تعد، يمكن هي لو قدرت في 60 سنة فاتت ما حصلتش. الرسالة اللي بنحب نوجهها للمجتمع ان مشاركة المرأة ضرورية جدا، ان هي تنزل وتعبر عن رأيها وتشارك في صندوق الانتخابات، وهي اللي بتقود العيلة كلها، بتقود أبنائها وبتفهمهم إيه أهمية وضرورة المشاركة الانتخابية وإزاي إن هي بيبقى لها تأثير في اختيار الرئيس القادم. حكمة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار البلد بحكمة فعلا، بيحافظ على الشعب الفلسطيني رقم واحد وبيحافظ على شعبه، ما فيش أي مشكلة في كده، لكن إحنا نتمنى إنه يكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القوة، وإن شاء الله ربنا يوفقه إن شاء الله. وفي كلماتهم خلال المؤتمر الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، استعرض المتحدثون عددا من الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية خلال هذه السنوات، والتي تؤكد مضي الدولة المصرية قدما نحو التقدم بخطى ثابتة، كما أكدوا على ضرورة المشاركة الجماهيرية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا العرس الانتخابي الحاشد اللي هو ممتد على مستوى الجمهورية، والنهاردة محافظة أسوان وحزب حماة وطن في مركز كومومبو بيقوم بالدور ده برضه، ويعبر عن إرادة الجماهير في مجتمع كومومبو، ده بتعبر عنه نسبة الحضور الموجودة في هذه القاعة، أن المصريين كلهم متضامنين مع القيادات السياسية وأن هم بيسيروا في مسار ديمقراطي ومسار انتخابي لانتخاب رئيس مصر القادم، وده كله بيسير يعني في اتجاه اختيار الديمقراطية واختيار التنمية واختيار النجاح. إذا كنا احنا النهاردة في احتفال فاحنا في عرس الانتخابات، دي عرس بالنسبة لنا. الشعب المصري كله ما يقدرش ينكر الانجازات اللي عملها سيادة الرئيس، يكفينا بس ان احنا نتكلم عن انجاز واحد وهو الامن والامان اللي احنا حاسين بيه من بعد 2013. 10 سنين كانت ممكن البلد تبقى فيه متقسمه لاكثر من منطقه، والمجتمع حوالينا
يشهد الدول اللي حوالينا كلها، كل بلد متقطعة حتت، لكن ربنا ادى الحكمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يقود هذا البلد في الأمن والأمان، والإنجازات على أرض الواقع كثيرة. ما نلاحظه في فترة السيد عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما حدث في مصر هو نقلة غير مسبوقة، سواء في التنمية أو الأمن أو الاستقرار. ونحن في مصر سعيدين وكل السعادة، وكما قلت في كلمتي إننا نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطان الحب لا بسلطان السيف. بما أني معلم أو رياض أطفال، فأنا أحب طبعا أنوه بكل ما حصل وكل التطورات اللي عملها الرئيس في التعليم. طبعا كان هو بنفسه مشرف على كل حاجة، من أول المناهج، تطوير المناهج، من أول رياض أطفال بمنهج المنهج الجديد 2.0 لرؤية شاملة ل2030. موجودين النهاردة تجمعنا هذا في نقابة المعلمين ومؤتمر شعبي لتأييد السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه لفترة رئاسية قادمة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل مصر. بأمانة ربنا حافظ علينا، بأمانة ربنا حفظا شديدا وكرما نافع فيه، الله يوسع واحنا وراه بين ما يروح، عد البحور نعدي، عد الجبال حنعدي، عد الرمال حنعدي. احنا بندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يوفقه ان شاء الله. تابع لكم المؤتمر الذي عقده حزب حماة الوطن بمركز كومومبو. انس النمر للقناة 8.